دوست انا فاضل اصلا افرم عليك يا محمود. هات ولا يا ابن اللذيذ. ازيك يا سليم؟ ازيك يا ابو وحشني يا ولد. انت كمان الحاجة عاملة ايه؟ اطمنت عليها؟ اه الحمد لله، بس السكر تعبها شوية. يا اما تبطل سماحة بقى وتقعد معاها شوية. يا ريت يا هاب، بس اعمل ايه؟ عندي شغل كتير وبسافر كتير. بركة فيك برضه. طبعا يا ابني دي زي امي. انما ايه يا عم الشقلاطة دي؟ وايه العربيات الجامدة دي؟ يا ابني ارحمني يا ابني، اخر عربية ولعت. وانت عامل ايه؟ مش عارف فين دلوقتي. لسه في البنزينة. معلش بكرة توفق. اسمع يالا، انا لو سمعت عن اي شغلانة هتصل بيك. يا ريت يا سليم، بدل المرمطة اللي راحت فيها. قول سليم بير للسعودية ظبط لك العربية وخليها لك 100 100. حاضر يا اسطى. عربية بقت زي الفل يا تكنو بيه. يا ده اسمه ابي سليم. ما انت اللي بليتني بقى ايام الجامعة. لا تحترمني يا شوية. احترمني يا اه. امسك. ايوه يا مرة. في ايه؟ طيب طيب. هحاول. انت كويس؟ بقول لك ايه؟ انت وراك ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. طب تعالى عايزك في مشوار. ده سلمني على الحب. كلمني بنفسك. عارفة يعني ايه تبقي عايشة في بيت 500 متر مع اب مش حاسس بيكي؟ لا مش عارفة، عشان احنا يا اختي عايشين في حقن بننام فيه فوق بعض، وابويا ده بقى بشوفه في الرايحة والجاية. انا بتكلم بجد، انا ببقى مخنوقة وانا لوحدي. عمري ما حسيت ان عندي عيلة زي بقية الناس، بس وانا مع ايهاب وعيلته بحس بامان، بحس اني مش لوحدي. خلاص انا هعمل معاكي ديل جامد قوي. انت تيجي تقعدي عندي شهرين تستمتعي فيهم بالجو الاسري الهادي اللي انا عايشاه، وانا اجي اقعد عندك عشان اعرف اركز واذاكر بقى والنبي. ايه يا ليلى في ايه؟ مالي؟ اولا بسمع كلامكم، بس اللي اسمع بلاوي الناس تهون عليه بلويته. ازيك يا مرضى؟ ازيك يا اهاب؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا اهاب. ايه انا ماشيه بقى عشان اشوف محسن، عايزين حاجه؟ لا مش سي. تيجي معايا؟ لا انا هفضل. عايز اتكلم معاك. اوكي. تعبت من الرفض يا مروه، حاسس اني فاشل. ساعات بحس بالذنب ناحيتك اني سمحت لنفسي وحبيتك، وانا عارف ان ابوك عمره ما يوافق عليا. لازم يوافق، ايهاب انت الحاجه الوحيده الصح في حياتي. وانا كمان انا بنجريك ممكن اموت. شوفي حنان، حنان خش عليها يا عزه، خش عليها. روح كاس العالم. شوفي يا بنت. Thank you.
اخبار الاكل؟ انا ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا يعني شايف الرجاله اللي بتشتغل ممكن بيد البنات. مروه جايه حالا يا دكتور. اولادي هيجي ولا ايه؟ طبعا جيت واقدر اسيبها لوحدها، ما اقدرش ابعد عنها ساعه. عايزين اي مساعده مني ولا حاجه؟ لا الف شكر يا دكتور، ربنا يخليك. حنان حنان عندي كدي سم، البصل ده ممكن يخليك تعيطي. لا يا دكتور على فكره ده بصل اخضر ما بيعيطش. انا شايف ان هو ما بيعيطش برضه يا دكتور. حضرتك تقعد في الظل واحنا نجيب لك اكل. بقول لك انا شايف ان احنا ناخد اكلنا ونخلع من هنا. اوكي يلا طب انا هقعد هناك بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل علمي السمك. انت كويسه؟ طب يلا عشان ما يلوش عليك. ايه مالك فيه؟ حنان انت في حاجه بينك وبين الدكتور فوزي؟ انا حاجه ازاي يعني؟ يعني شايف نظرات ولمسات ودمه خفيف. لا يعني. عزت كله لا ده. انت بتشك فيا؟ يا حبيبتي انا لو شكيت فيكي هتشوفي الوش تاني غير ده خالص. يا حنان انا ما بشكش فيكي ولا حاجه يا حبيبتي. بس هو الراجل ده ببصاته كده بيجنني. يا حبيبتي انا بحبك. اسمعي بس. اي حاجه انت نفسك فيها اجيبها لك والله. عايزه نقول خلول. أبويا كان تاجر كبير، فجأة خسر كل حاجة، مات بحسرته، أمي ما استحملتش ماتت بعديه على طول، سابوني أنا لوحدي أشقى وأتعب عشان أصرف على نفسي وعلى جدتي. عشان كده بتخاف من الفقر؟ أيوه. عارف أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ ايه؟ انك راجل بتعتمد على نفسك. عارفه اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ انك بنت جدع ودايما واقفه جنبي. طب خلاص بقى، خايف من ايه؟ احنا جنب بعض اهو بنحب بعض. وبعدين انت مخك كبير قوي، بتفهم في مليون حاجه، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. حبيبتي انا عمري ما هخاف طول ما انت جنبي. مالك يا بابا؟ ايه اللي مسهرك دلوقتي؟ في حاجه؟ مفيش ايه، وانا مش عارفاك. في ايه؟ لازم اتجوز مره. هو ده اللي مسهرك؟ طب ومستعجل على ايه؟ عملت ايه في الشغلانه؟ رفض. ولا يهم، بكره تفرك وتلم لك قرشين، بس استنى شويه على الجواز. ما ينفعش استنى، لازم اتجوزها. هو في ايه؟ يا لهوي، ليه كده يا اهالي؟ ليه؟ انت عندك اخت. انا ما ضحكتش عليها، احنا الاثنين بنحب بعض وكنا عايزين كده. باباها هيوافق؟ مش عارف. ايه يا ايهاب؟ خير؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. في حاجه؟ يعني لازم بقى في حاجه عشان واحد يشوف ابوه. لا يعني عشان اصلك اول مره تيجي الصبح بدري. يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. تعال خش.